أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. توقفت قبل الفاصل عند كوبي الذي كنت تتحدث عنه. تمن مونوبوليزيش الكلمة بزاف. إذن مرحلة جديدة، السيد رئيس الجمهورية يتكلم على مرور إلى منطق جديد. نتمنى أن يتم ترجمة المرور عن طريق تنظيم جديد، تأهيل في الكفاءات جديد ووسائل جديدة في أقرب وقت، لأن الحاجيات على المستوى القاعدية كبيرة جدا، لا تندثر، وتكلفتها تزيد، خاصة أن في مرحلة كوفيد هذه تدفقات المالية كاستثمارات راهي زمان كانت ناحية نحو الدول الجنوب، الآن حاجية الأموال راهي تبقى في الشمال، والآن حتى التدفقات من ناحية التقنية العمل او كثير في الشمال، دونك لي بلون شارج راهم لهيك عدد الكثير من الحسابات. اذا الان لازم فيها علم وقدره على استقطاب، وباش نستقطب لازم نكونوا في المستوى. انا لما مالك بالك سيكراي تكلمنا عليها، لما نشوف غانا، تجربه غانا هذه اسبوعين كنت نشوف والله غير دهلت واش نجمو نربحوا لما نمروا للعلم ولما نضموا للتنظيم، وهو السبيل الوحيد، لان الرقمنه تختصر الوقت، ولكن اللي ما يركبش قطار الرقمنه مش كوسيله كروح يبقى متخلف، وكل ما مر الوقت يزيد السنه بألف سنه مما تعود. جيت سيد كوبي ومر الكلمه كذلك للسيد محمودي. قبل ان نتحدث على توصيات رئيس الجمهوريه، قبل ان نتحدث عن اصلاحات عميقه في الاقتصاد في عده قطاعات، هناك حلقه ناقصه ربما تسبق قبل كل هذا تحدث عنها السيد كوبي، أنه يجب أن تكون هناك أرضية متينة حتى لا نقع في الهاوية عند تطبيق هذه التوصيات. فعلا، فقط لو تسمح لي بملاحظتين فقط. بالطبع. أنا لما تكلمت على حظ الأستاذ فقط تكلمت على حظ الجزائر، قلت هل عندنا حظ في التكنولوجيا، في الرقمنة؟ نعم، في الرقمنة وفي التكنولوجيا مستقبلا، وليس ما قلتش باللي عندنا حظ الان، يعني نعم. هو تساؤل مشروع على كل حال. شوف، بلاصتنا نعرفوها ولا ما عرفناش احنا كاساتذه وكاكاديميين، وما قدمناهاش للجمهور بالشكل اللي لازم، يعني ما قدمنا حتى شيء. المريض الا ما قلنا له ما قلناش باللي انت مريض، ما نقدرش نقنعوه باش يشرب الدواء. فعلا. وقبل تناول الدواء دائما هناك تشخيص. بالطبع. التشخيص هي الصراحه اللي تخليه انسان يعالج. حتى التشخيص. الطبيب في الجزائر يشخص لك باشياء، والطبيب في الخارج يشخص لك اكيد التشخيص الصحيح. نعم، فعلا. المر فقط لسؤالك هنا، لو ذكرني فقط بالسؤال اذا كان ممكن. قلنا قبل الحديث عن توصيه رئيس الجمهوريه تطبيق اصلاحات عميقه، هناك مرحله او حلقه ناقصه تنقص قبل ان نتحدث عن كل هذا حتى تكون كارضيه متينه حتى نطبق هذه التوصيات على اتم وجه. فعلا، الحلقه الناقصه والحلقه المفقوده كما يقال، اين هي وكيفاش نقدر حتى هنا فيها تشخيص، كيفاش نشخصها؟ نعم. لهذاك هو الداء نتاعي، ونقدر نمشي الى نعالج هذاك الداء نتاعي. شوف، اذا كانك عندك تفكير استراتيجي وتفكر بطريقه استراتيجيه، وبالتالي حتى الحلول تاعك تكون حلول استراتيجيه وتبنى على دراسات اكاديميه، وانت باحث واكاديمي. هذا بغير شك. نعم، لا بد. اذا كنت تفكر تفكير استراتيجي وعندك منظور استراتيجي واليات استراتيجيه، راك انت تبحث عن الهدف الاستراتيجي، هو الوصول الى رؤيه للجزائر او للبلد لمده 20 او 25 سنه. وبالتالي قبل التفكير الاستراتيجي ماذا يجب؟ يجب اولا استكشاف الواقع اللي رانا موجودين فيه، اظهار الواقع، ما هي الاشياء المتاحه، ما هي الامكانيات الموجوده عندك، ما هي الافاق اللي ربما على المدى القصير، سيدي ما نروحش للمدى البعيد، الافاق اللي راح تحقق اليوم، نمشيو لمناطق الظل، مناطق الظل هي انا يظهر لي مش هدف استراتيجي، هدف اسمى باش نتكلم عليه ونضخمه اليوم على اساس انه لا، هو مسائل تتعلق بالحياه اليوميه للمواطن الجزائري، مسائل تتعلق بالتنميه، مسائل تتعلق بالهيئات المحليه في الجزائر، ما تتعلقش حتى بالهيئات المحليه، هي اللي مطالبه اليوم. نرجع لك الى اكثر من ذلك، الرقمنه ودورها في ربما خلق فضاء جديد. الرقمنه اليوم عندما نتكلم عن الرقمنه
باش الناس تفهم فقط، هل اليوم المرور الى الرقمنه، ونتكلم بزاف على الرقمنه، انه نجيب شركه او مؤسسه عالميه في التكنولوجيا الاعلام والاتصال ونعطي لها ربما وتخلق لي بعض التطبيقات وتربط لي بعض الربط ببعض القطاعات الوزاريه، هل انا حققت المراد؟ هل انك تجلب الى بعض المؤسسات سواء الحكوميه او المؤسسات الخاصه انها تتعامل بالجهاز الاعلام الالي وننتهيهم من السجلات والاعمال الورقيه اليوميه هذيك، هل انا حققت رقمنه؟ اليوم يجب ان نفرق بين ما هو بين الرقمنه والتحول الرقمي. التحول الرقمي هو اللي الناس اللي تخاف منه، تكلموا الاساتذه ولمحوا عليها في بعض الاشياء، لماذا الاداره تاعنا تخاف من التحول الرقمي؟ إدارة الجزائرية علاش تحاول وتحاربه في نفس الوقت؟ في نفس الوقت إلا عطل لك، يقدر يعطل لك ويقدر يوقف لك المشاريع نتاعك والفكرة نتاعك والتفكير الاستراتيجي نتاعك لأجل سبب واحد، لأنه والف نمط تسيير إداري قديم تقليدي كلاسيكي هو اللي راه يعمل به ومش مستعد يغيره، ولا مستعد انه ربما حتى يشاركك في الفكره في حد ذاتها. وبالتالي هنا المساله تاع التحول الرقمي اللي هي اعطاء سلوكات جديده، نمط تسيير جديد للوظائف الحكوميه، للوظائف الخاصه في مجال العمل، وربطها بما هو موجود بالانظمه العالميه في هذا المجال. ثم تاتي الرقمنه، الرقمنه هي تقريبا ما هو جزء فني يرتبط بجزء اكبر وجزء كلي اللي هو التحول الرقمي، كيف نحقق التحول الرقمي، ما هي إرادة الحكومة، إرادة الرئيس في هذا الباب، هل نحن صادقون؟ هل نحن إذا شوف إذا كانت الأمور تمشي بالوتيرة اللي رانا ربما نحسوها أو شايفينها، فصدقني يعني نقول لك اليوم لامسنا أكبر قطاع استراتيجي، الجزائر تلامس أكبر نقطة استراتيجية في مسارها بعد الاستقلال اللي هي مسألة الرقمنة، ومسألة الرقمنة هي راح تدخلك للعالم، تعرف مكانتك في العالم. نعطيك مثال بسيط فقط وتكلم عليها الأستاذ منذ قليل، في زمن مضى تكلمنا بزاف على التعاملات بالشكارة في الجزائر، وكل مرة البنوك ووزارة المالية والحكومة تتكلم وتمد تحفيزات وتطمينات حول تعامل بالبطاقة أو تعامل الإلكتروني لنقل أو الأموال أو الصرف أو العرض أو الطلب أو ما شابه ذلك. لماذا لم يتجه هذا الزبون إلى هذه العملية، إلى هذه العملية واقتناء هذه الخدمة ويصبح سهل عليه وسهل على البنك؟ لسبب واحد فقط، لسبب واحد. لماذا؟ لأنه أولا يجب أن تبنى جميع التعاملات الحكومة، المؤسسات الإدارية الحكومية فيما بينها يجب أن تبنى على مسألة الرقمنة، ثم تنتقل إلى الأفراد. مستحيل أنك تفرض على فرد أنه يتعامل إلكترونيا وانت الفوق تعامل بالسجل التجاري وبالسجلات الورقية وما يشبه، ولا أكيد. والرقمنة تتطلب دائما السرعة والحيوية. شوف، وعندما تكون الإدارة هو موضوع كبير. نعم. مسألة الرقمنة. نعم. تكلم عليها الأستاذ وأشار عليها، بس مسألة الرقمنة هي موضوع كبير وموضوع يستحق أن يكون موضوع تحدي اليوم، اللي أنا أقول لك يعني في الوقت الراهن لو نوضع نصب أعيننا هدف رقمنة الحكومة والمؤسسات وخلق نوع من التحول الرقمي في الجزائر، صدقني أنا أقول لك بلي كل مشاكل 20-30-40% من المشاكل تاع الجزائريين حلت. لماذا؟ لأنه بالرقمنة، لو نعطيك مقاربة بسيطة ربما تقول كيفاش، نقول لك بالرقمنة سوف نخفض مستوى الجريمة في المجتمع الجزائري. نعم. بالرقمنة سوف تخلق اليوم الرئيس طلب قائمة تاع المحتاجين باش يمد ربما مساعدات في جائحة كورونا. لحد الساعة ما كاش رقم مضبوط ورقم رسمي ورقم متعارف عليه وتكلم عليها الرئيس، قال عندنا مشكل في الإحصائية، وانتقد بلذاعة الإدارة الجزائرية التي لماذا عرقلت حسبه تطبيق مختلف توصياته. لماذا هذا العرقلة؟ نعم. الإدارة نقولها بكل صراحة، وبكل صراحة وبكل يعني ما نش خايفين من حتى حاجة في الباب هذا، الإدارة الجزائرية ترفض اليوم التحول الرقمي أو التحول من العمل الكلاسيكي التقليدي إلى عمل ذات أنظمة ذات أساليب علمية سليمة. لماذا؟ هنا السبب. لماذا؟ لأنه الشيء من شب على شيء شب عليه، هي قضية ذهنيات فقط. أنا ربما ما نروحش بعيد كمؤامرة وكذا، ولكن أقول لك أنا من هو في منصب غير مؤهل، منصب غير في مؤهل، فهو في بداية الأمر مش مستعد لأي تغيير، لأنه التغيير سوف يفقده
المناصب والامتيازات اللي موجوده، سواء نتكلم على مستوى الولايات، رؤساء الدوائر، ثم يجي رؤساء البلديات، الكل. شوف شوف، اذا عندك روح كما قال الاستاذ، اذا عندك روح فانت تذوب في هذيك الروح، انت راح تنسى نفسك. انت اليوم تبني في وطن، تبني في بلاد. وفي السياق سيد محمودي، نعم. تحدث رئيس الجمهورية او شدد على استغلال الرقمنة ميدانيا لمحاربة البيروقراطية والفساد والتصدي لكل المناورات التي تبحث عن ابقاء الضبابية على الاقتصاد الوطني. وبالتالي يعني هو هنا لامس المشاكل الحقيقية واستبق، هنا طرح ثم استبق، استبق المشاكل اللي راح تجيه من القاعدة. اليوم الرئيس او في اكثر من مناسبة خطاب موجه دائما الى المدراء التنفيذي، الولايات والمدراء التنفيذي، يعني الاداره الجزائريه بصفه عامه. خاطب في جزء المجتمع المدني اللي هو ربما المنظمات والجمعيات، وخاطب في جزئه الاكبر الاداره الجزائريه. اليوم باش يكون عندك الاداره الجزائريه تفرض عليه فرض، اذا كانت تستنى باش المدير او الاداري تحت يكون عنده ذيك الرغبه وذيك الشجاعه باش يمشي معاك في السيروره نتاعك باش يغير لك، هذا شيء مستحيل. مستحيل، لانه عمليه التغيير تتطلب تضحيات، هو مش مستعد باش يضحي. انا نقولها بكل صراحه، المسؤول المحلي والمسؤول الولائي مش مستعد اليوم باش يضحي باش يغير لك الانظمه ويغير لك السلوكات اللي راهي موجوده، لانه بكل بساطه فيه امتيازات وفيه منافع اللي راح ربما راح تفقد. وبالتالي هنا الذهنيات، مساله الذهنيات. انا نقول لك اذا تحمل الرئيس والحكومه مسألة التحول الرقمي وكان فيه فعلا خارطة الطريق في هذا الباب، صدقني الأمور هي من فوق هي اللي راح تفرض نفسها. لأنه علاش كاين بعض الأمور اللي تجي من القمة إلى القاعدة، وبعض الأمور تجي من القاعدة إلى واضح جدا. مسألة الرقمنة ومسألة التحول الرقمي هي مسألة تتحملها القيادة السياسية العليا في البلاد حتى يكون لها الأثر وتكون لها الفاعلية على المستوى القاعدي. نعم. المشكل التقني، لأن الخطاب حقيقة أوامر بصح، ولكن الآن هي إصلاحات، وإصلاحات لازم يعدوها الناس مختصين في الأمور، مختصين كيفاش راح ينظم العملية، كيفاش راح تصرى كإجراءات، وما هما لي بروفايل. لأن أنت ما تنتظرش أداء إنسان اللي راهو في منظومة ريعية بيروقراطية، وإنسان وهو كبروفيل ما يصلحش لمنظومة أخرى، مش ما يصلحش كإنسان. حنا عندنا دائما نتكلموا دائما بالعاطفة أنه عادي وكذا، يا عادي أمر عادي، ماهوش حكم قيمي، سي لو بروفيل كي ني با أدابتي. حنا بنديروا لورغانيزاسيون على حساب المنصب، على حساب لو بوست، كيما من دير طيارة لازم لها بيلوت، كان واحد يسوق سيارة مليح ولكن سائق مليح بصح ما يصلحش السيارة، مش انه مش مليح ولا ماهوش طيب ولا سي با بيغ دو فامي. لا مانيش زعما كنقول لك استاذ واش رانا نسمعوا الان، لان الكثير من الاحيان نربطها باحكام. قال انسان يعادي الامر، طبيعي جدا. انا اول بحث زمان درته في 90 91، سيتي ارتيكل يقول لك لي زورديناتور فون سوتي لي زورغانيغرام. في هذاك الوقت اصلا كيفاش الاعلام الالي يخلق ثروه في الهيكل الهرمي للتسيير، طبيعي جدا الانسان يكون عنده عادات ويروح لمكتب. ولكن تقبل، نعطيك مثل، تخلي الانسان نفسه في نفس المنصب تاعو انه الامضاء يولي الكتروني ما يقبلش، ما درت له ما قلتلوش روح، ولكن هو عنده عاده يحكم هذاك الطومبون في جيبه ويغلق عليه في الكوفر. حتى سلوكات، وهذه من اصحاب علم الاجتماع يقولون لنا وبسيكولوجيين يقولون لنا. اذا الان لما تريد ان تغير العفش، تغير عفش وتغير ديكور وتغير حتى انسان اللي ينظف الامور وكل ما يلزم الحال. لذا فان الامر يجب من المستوى السياسي الحكومي يفو باسي الاوبيراسيونيل. الاوبيراسيونيل سي اهل اختصاص، سي تقنيات محدده، سي زمن محدد، سي ديزاسترومون محدد. واضح سيد باش يفهم
سيد قرار، كيف نصل إلى رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية إذا كانت الإدارة الجزائرية اليوم خائفة من هذا التحول الرقمي؟ هذا من جهة، وأيضا هل الجزائر عندما نتحدث عن التحول الرقمي هناك في المقابل نظام الأمن والحماية عندما يكون لديك موقع، هناك شبكة ربما تنقل مختلف النشاطات بين الوزارات، يجب أن تكون هناك ربما نظام عالي للحماية، هل الجزائر اليوم في حجم التحدي هذا؟ شوف، أولا التحديات كانت موجودة، الآن التحديات راح تزيد. هذا الكورونا أظهر باللي حتى في التكنولوجيات، هذا العظماء التكنولوجيا تنبهوا إلى أمر باللي مازالهم متأخرين. نعم. شافوا باللي شبكة الاتصالات مش قوية جدا، لأن ولا تستعمل كثير. شفتوا واحد الوقت يوتيوب بدأ ينقص، قال لي فيديو تاع أو ديفينيسيون نقصها لأن الشبكة ولات ما تقدرش. ف معناه باللي ضركا مدايرين ورشتهم بداو يعملوا باش راحين يزيدوا في لافيتاس، يعني لا 5G لا 6G هاد الهواتف وكذا راهو الشيء اللي راح ينتظرنا في السنوات المقبله. الناس اكتشفت باللي دور الاله والدور الرقمنه دور كبير جدا. نعم. الدليل شوف، يعني بداو ننتظروا. اولا شفنا لي روبو روبوتات هذوك اللي يلعبوا دور تاع الممرضات. نعم. جربوها في الصين وجربوها في رواندا، شوف اللي الناس يشوفوا رواندا، يعني احنا كنا نضحكوا بزاف على البلدان، الناس كانت تخدم وحنا كنا نلعبوا، لكن اثبتت نجاعتها الى حد ما. شوف درك معناتها باللي في المستقبل راح نمشيو للروبوتات، يعني المستشفى اللي فيها لي روبو هما اللي يداوي هما اللي يدير لك التشكا هو اللي يدير كل شيء. الان حاليا كاين دي روبو فام دو ميناج، حتى في الصين في ازمه كورونا استخدموا روبوتات لنقل المؤن الغذائيه والادويه للمرضى. فمعناه في المستقبل تروح تشري روبو، الان موجودين، تشري روبوت بروغرامي هو ينظف لك البيت. نعم. دوك حنا بداو يتسالوا، قالوا دوك لي بوست دو ترافاي الناس واش نديروا لهم؟ هذاك مشكل واحد اخر، قالوا حل. انا المهم انا راح الناس راح ترقمن، دوك بداو الناس يشريوا روبو، يشريوا الثلاجه الذكيه، المدن الذكيه، الناس لا يتفكر خايفه من التليفون. حنا رانا معناتها باللي كي نتكلموا على السياره الذكيه اللي راهي راه مشروع تاع درك. مشروع تاع علم الخيال مش موجود، يعني تركب في السياره تاعك ما تسوق لا والو، تتكلم معها تقول حبيت نروح للمكان الفلاني تديك حتى المكان، وين تشوف ان اوبستاكل تفريني، تعرف وين كاين سونس انتر ديال، تعرف خير من الكل، وتعرف كل شيء تشوفه من الفوق، الكاميرات من كل جهه، وتحت الجميع الاشارات، وتحت كل شيء، يعني تقريبا. فرانا ماشيين لواحد العالم، عالم غريب وعالم تاع التحديات، عالم يعج بالذكاء الاصطناعي. أيوة. وزيد الان، يعني انا راني نتفكر قبل كنت نقرا في واحد الباج فيسبوك، قال لك اسمع درك الناس يسالوا، قال اسمع كي يجوزوا الباك اسكو يقطعوا لنا الانترنت كامل ولا ينحيونا غير الفيسبوك؟ اسكو يقطعوه نهار كامل ولا غير في ساعات البدايه تاع الامتحان ولا كذا؟ يعني تصور انت الان كنت تقول للناس روحوا ديروا الدفع الالكتروني، تجاره الكترونيه، وقال انا مؤسسه كانت دراهم تدخل لي عن طريق الدفع الالكتروني، كي تقطع لي الانترنت شكون شكون يعوض لي ديك الخسائر؟ كي تقطع الانترنت ما نزيدوش ندفعوا الكترونيا، ما نزيدوش نسجلوا الكترونيا، ما نقدرش نتبع الملف تاعي، تسمى الجزائر نحبسوها، الناس يجوز البكالوريا نحبسوا الجزائر في ايام البكالوريا، كيفاش وتجي تقول لي انا درك ما نخليش الناس يدخلوا الهواتف، على بالك بلي الان هذا الهاتف هذا كاين اختراع جديد، اختراع ولكن راح يخرج خرج للسوق، ومايكروسوفت انفقت عليه الاموال، كاين مخبر امريكي وكاين لابوراتوار ثاني فرنسي دخلوا سير انترنت وديروا خاص مونتي كونيكتي، عدسة في العين فيها واش كاين كامل سمارت فون كل داخل العدسة، مام لي باتري الداخل كل شيء الداخل، كاين كاميرا كاين شاشة كاين، تبحر على الانترنت تعطي الأوامر تقول جوجل شوف جوجل في عينك، وهذا كيفاش راح انت في المسجد جاي داخل تنحي له سمارت فون وهذا واش راح دير له؟ فالإنسان لازم يعيش مع هذه التحديات. نعم. على هذه نقول درك الى العالم المتقدم دار زاد في السرعه تاعو،
حنا الا حبينا نلحقوا نديروا هذا كيفاش يقولوا السو تكنولوجيك. نعم. القفزه التكنولوجيه هذه تعطيها لنا الفرصه هذه، حاجز منا شجاعه واراده والتعامل بوسائل العصر. ما تقدرش نتايا في عصر العلم تجيب انسان جاهل يسير، لا، اذا ما يعرفش خليه كما قال استاذ نحترموه ناس ملاح ما ربي قال صلي بينا ولا دي. بصح في الامور تاع العلم امور التكنولوجيا لازم الناس المتخصصين، والحمد لله في الجزائر كاين كفاءات كثيره، عندنا الشباب الله يبارك لاباس به، هنا تلقى مسكين بلا خدمه ومن بعد يروح لكندا يخدم في مؤسسه يعني تاع تكنولوجيا عاليه، واش تبدل هذا فلاشوه في البطار ولا لا، لان الناس عرفت تعطي القيمه للعلم. فاذا ما الشباب تاعنا اذا ما مشعروش بهذا يعني الإرادة الحقيقية، الناس مازال متخوفة، لازم نفتحوا كيما رانا نقولوا نفتحوا حوار، يلا نفتحوا حوار حقيقي مع الناس الكل، ما كانش إقصاء قال هذا يعني لحقنا في القرن هذا في هذا العام نهضروا على الجهوية في بلدان اللي راهي تكتل مع بعضها. الصين ماشي شعوب بلدان وتلموا مع بعضهم. اذا كنا بلد يحوي 40 مليون قسم مدينه في الصين، اذا كنا بلد يحوي دين واحد ان قلنا على الاقل، فالصين مثلا مختلف الدول تحوي العشرات او المئات من الثقافات ديان ثقافات هويات كيفاش يعيشوا مع بعضهم. احنا جينا موحدين لاباس علينا بدينا ندخلوا هذا عربي هذا قبيل، يعني هذه اللي تبني بلاد بهذه الامور اللي نقدروا، لا لازم لنا عقليه جديده. ف يعني الحوار هذا لازم يتفتح، والوسائل هذه الالكترونيه تسمح باش نفتحوا الحوار، ولازم نتقبلوا الراي الاخر. راح نبنيوا بلاد، ما بقاش قضيه الزعامه، قالوا ذا زعيم مهدي المنتظر وجاي خلاص هذيك الحكايه، لا، هذو كفاءات كاين تخصصات لازم تعيط تنادي جميع الكفاءات قال الروح نعاونوا باش نبنيوا البلاد. حبينا نديروا الرقمنه افتح المجال، بصح ما تسيرهاش بذهنيه بيروقراطيه. وهل العقبات البيروقراطيه سيد قرار حجه كافيه حتى نتحدث عنها ونستحضرها دائما عندما نتحدث عن تحول اي تحول رقمي؟ لا، لانه وزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفه السيد ياسين ولي تحدث اليوم كذلك كما تحدث رئيس الجمهوريه عن العقبات البيروقراطيه ومشاكل التمويل والى ما ذلك من العقبات. وانا سمعته في الاذاعه وعجبني نعم تدخل تاعو اللي قال باللي مثلا طرق الحصول على الدعم من هذا الصندوق، هذا الصندوق يدعم المؤسسات الناشئه لي ستارت اب وداخلين في الرقمنة. ما تقولوش غدوه وجد لي مبادر شيف تاع لي دوكيومون، ما تقدرش تقول له مثلا الملف تاع المشروع ديالك ابعث لي خمس نسخ، هذا تناقض. لا، قال ادخل للموقع الفلاني ودخل المشروع تاعك بالنسخه الالكترونيه. التصريح بالمشروع. ايه، التصريح بالمشروع ديرو الكترونيا. نعم، العمل بالتصريح. ثم تاتي الوثائق في مالك. العمل بالتصريح، نعم. من بعد لما تجي باش تمضي حتى نمضي الكترونيا، الناس درك الان كاين بنوك افتراضيه، بنك تفتح حساب بنكي في الخارج بلا ما تنقل قدام الشاشه تاعك قدام الهاتف، يشوف الصوره تاعك يشوف الباسبور تاعك يفتح الكونت وتبدا دير. واضح سيد قرار، ونحن نصل الى ختام هذا البرنامج، لا يمكن ان نتحدث عن المستقبل القريب اذا لم نكن نعي حق الوعي بحاضرينا. في اخر كلمه في آخر والله انا نقول يعني شوف التحديات اللي تنتظر فينا تحديات كبيره جدا، يعني نعرفوا باللي سنوات والجزائر كانت تخبط في مشاكل والخبراء كانوا يحذروا بالك وبالك وحتى لحقنا، يعني الان زاد جاتنا الكورونا هذه ظروف صعبه، فلازم لها اراده قويه جدا ولازم الجهود تاع الجميع، الحوار بركه ومتفرق وتزيريه، قال هذا يشارك هذا ما يشارك، لا الناس كل شارك، هذه البلاد كل مفروض علينا نعيشوا فيها، نعيشوا فيها القبائل يعيش فيها العربي يعيش فيها المسلم يعيش فيها وحتى اللي ماشي مسلم يعيش في هذه البلاد هذه، فلازم نعيشوا فيها، لازم نعيشوا مع العصر، بلدان ديانات مختلفة شعوب مختلفة تكتلت، احنا بلد عندنا كل الامور اللي توحدنا، لازم لنا تكون عندنا نظرة نفتحوا يعني هذا النقاش الحر الصريح ونبنيوا. واضح جدا، فلنتحدث اذا بلغة الكفاءة بعيدا عن اي تمييز، الكفاءة والعلم والميدان. واضح. السيد كوبي في اخر كلمة، ما هي العوائق التي يجب ان نتخطاها حتى نمر الى تطبيق هذه الحلول الاقتصادية والتوصيات التي تصدر من هنا وهناك؟ والذهاب إلى السوق تكون معالمه واضحة. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
واضح جدا، وخير الكلام ما قل ودل. سيد محمودي، نعم، آخر كلمة ربما تثري بها أو تختم بهذا النقاش. يعني في الحقيقة الأمر هو موضوع يعني جد مهم يعني، نعم، تقريبا يستاهل ربما حصص وبرامج أكيد، واضح واضح، لأنه تقريب الوجهات النظر في حقيقة الأمر دائما، وهذا هو ربما الشيء اللي يعاب على المسائل الإعلامية، ما فيش أو البرامج الإعلامية ما فيش ربط بين المواضيع حتى تخرج بفكرة واضحة وانسجام واضح حول المواضيع. أنا أتكلم فقط يعني ربما أشياء جميلة، الشيء اللي راه يطرح الآن سواء على مستوى القيادة السياسية على مستوى الحكومة هو هي أشياء جميلة جدا، هي أشياء ربما واقعية، أشياء قابلة للتطبيق، ولكن أنا نتكلم فقط طرحت تحديات برامج ومواضيع جد استراتيجية مهمة جدا من طرف القيادة السياسية. هل السؤال نطرحه، هل الحكومة في مستوى تنفيذ هذه التحديات والاستجابة لها وتقديم الأفضل؟ واضح جدا، الرسالة وصلت. الباحث والأكاديمي محمد محمودي، شكرا جزيلا لك على كل ما أفدت به وعلى إثراء هذا النقاش طيلة هذا الوقت من الزمن. كذلك أشكرك جزيلا سيد محفوظ كوبي خبير اقتصادي على كل ما أفدت به. كذلك في المقابل شكرا جزيلا الأستاذ يونس قرار الخبير والمتخصص في التكنولوجيات الإعلام والاتصال على كل ما أفدت به. أما أنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرمكم وصبركم معنا طيلة أطوار هذا البرنامج. شكرا على المتابعة، نلتقي في أعداد قادمة من برنامج عين على الحدث. في أمان الله.